إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم على أواخر الأيام في حديث أو في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. عثمان بن عفان الذي تولى الخلافة وازدهرت دولة الإسلام في وقته، قام أناس والعياذ بالله بإثارة الفتنة بحجة ماذا؟ بحجة أنهم يغارون على الناس وعلى الدين وأنهم يريدون العدل، وهؤلاء وجوه نسأل الله السلامة والعافية ممن يرفع شعار ويخادع به ويثير الفتنة ولا يسير بالعقل والحكمة، الحكمة التي رسمها الله سبحانه وتعالى لنا في التغيير، هذا التغيير الذي هو من مهمات الناس وهو واجب على الناس، هذا التغيير. ولكن هذا التغيير مساره في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن المسار الشرعي هو الذي يضمن عدم حدوث الفتن، وكذلك سقوط الأرواح، وكذلك نشوب الفتن التي تذهب بالأفكار والعقول وتنحرف بها نحو الشذوذ والانحراف والتطرف. وهذا هنا بدأت الفتن، من هنا بدأت الفتن تظهر في أمة الإسلام. بدأ يظهر جيل من أقبح الأجيال، بدأ يظهر أناس لم يعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أناس ليس في قلوبهم رحمة. بدأت أمة الإسلام تتلطخ بأشباه رجال، بأناس يرفعون شعارات ولكن فيهم العصبية والقبلية، وفيهم كذلك العاطفة والحماس الزائد الذي يخرج الناس عن العقل. وما وقع في قصة عثمان هو عبارة عن مثال يتكرر في المجتمعات. وهناك من الناس نسأل الله السلامة والعافية من هذا هو طبعه، طبعه الانتقاد فقط، لا يريد التغيير. فرق ما بين إنسان له طبع انتقادي وإنسان يريد التغيير، فرق بينهما. كاين الناس ينتقد ليغير، وكاين الناس ينتقد لينتقد فقط، يعني وين يروح ينتقد؟ كاين طبع من الناس ينتقد حتى الله عز وجل، يعني حتى الجو ينتقده، هذا طبعه هكذا، يروح المسجد ينتقد، يدخل سخانة البرد، يخرج برا إذا كان صبت شتا يشكي، إذا كان طحت شتا يشكي من الأمة كاملة، حاكمها ومحكومها، حياته كاملة هكذا. وهذا نوع من الناس أشربوا السلبية، وما أكثرهم، ما أكثرهم في مجتمعنا أشربوا السلبية. هذا النوع من الناس رسول تحطوا دركا ينتقدوا عادي، خلاص والف الانتقاد، ماذا يريد هو ما على بالوش، هو ما على بالوش، المهم أنه لازم ينتقد. كاين نوع من الناس هكذا، وكاين نوع من الناس يقول كلمة الحق وله حكمة ويريد أن ينتقد من أجل ماذا؟ أن يغير، عنده غير على الأمة، عنده غير على نفسه، عنده غير على الدين، هذا يريد أن يغير، هذا مطلوب ولكن بحكمة، مطلوب ولكن بالدين، بالأصول التي نتعلمها من ديننا، لأن التغيير هذا يحتاج إلى قاعدة دينية مهمة جدا نقوم عليها، عندنا أصول نقوم عليها. والرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا أحاديث وفهمنا كيف نتعامل مع الناس، خاصة الخلفاء الراشدين الذين هم يتولون الحكم. وهذا الحكم الذي يتولاه الإنسان، قد ترى أنت أشياء خطأ، وقد تكون في ماذا؟ الحاكم يراها ليست بخطأ، قد يراها من المصلحة، من الواجب. وهذا الحاكم إذا كان كفءا نتكلموا، إذا كان ذا كفاءة، إذا كان الإنسان هذا ذا كفاءة وذا دين وعنده غير على الأمة، قد يجتهد ويرتكب أشياء أخطاء، ولكن في أصله إنسان طيب ويقوم على مصلحة المسلمين، والخدام دائما يغلط، والمتفرج دائما ملائكة، المتفرج فارس كما نقول احنا، اللي يتفرج أو فارس دائما، شفت احنا كي يتفرجوا الناس في التريبين، شوفوا كان أعطاها الآخر كان وحده، هذا كان أعطاها له ليه؟ كيفاش هو غلط قدامه يعطيه العمى، هو ما هو عمى مش يشوف. سما انت في تريبينك تكون في الكوكب وتفرج، سما انت راك ما شاء الله هاك جوار، وانت نعطوك بارو ما تبلوكيش.
نقصر بركة تعرف تعرف تبلوكي برا. إذن الآن هذا النوع من الناس هكذا أي حاجة نفرجوها أي حاجة نفرجوها ولو كان ولو كان ولو كان يعني مانيش نقول لك ما تنتقدش، مانيش نقول لك لا أنا أقبل كلش، مانيش من دعاة الخنوع، مانيش من الناس اللي يقول لك ما لازمش يكون عندك وعي غير فيك غير تشوف وتسكت وكلش مليح. لا، الخطأ يدرك ويشوف. بالعكس حنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا أعظم الجهاد أحسن الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. تروح لعنده تكلم معه تقول لك غلط البشرية راهي غلطة وكذا وراهي ماشية في طريق ماشي مليح، حتى قل في الناس تهدر معاه هو مباشرة، تكلم معاه قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مهم جدا، تغير يعني التغيير من أصل ديننا، ولكن عنده حكمة أن يأخذ بيده أن ينظر إلى الأشياء. كاين أمور غلطات كاين أمور ماشي غلطات، كاين أمور أولى من أمور. كاين الناس يريدون التغيير يحبوا يغيروا، بصح يغير في الدنيا ما يغيرش في الآخرة. في الآخرة حاجة ما تغيضوا، ما تغيضوش كي تندار حفلة بربع ملاير خمس ملاير عادي ما عندوش مشكلة. كي يصراو بزاف أمور في الفساد الدين كي يشوف تبرج برا ما يغيرش كامل، يغير على جال ألف راك وألفين فراك، سما يغير في كرشو فقط، يغير على جال الأمور المادية. لا لا، حنا نقول لك قدم حاجة واحدة أخرى، قدم الدين على الدنيا. علاه الدين ما تكلمش عليه نهائيا؟ لماذا لا تتكلموا على الدين ابدا؟ على ما تقولش هيا قبل ما نتكلموا يزيدونا في شهريه روح نتكلموا يديروا لنا مصلى نصلوا، هيا ديروا لنا حاجه نصلوا فيها، هيا نروحوا عند المدير نتكلموا معاه نديروا ورقه يا ودي ديننا راكم فتنتونا في ديننا، الصلاه ما عندناش نصلوا، واحد يصلي في الدروج واحد ما يصليش كامل واحد، اعطونا مكان نصلوا فيه شحال من حاجه نديروا. هذا طالب، هذه من المطالب المهمة يطلبها الإنسان. طلبها عندنا مؤسسة كبيرة ولا مصنع نطلبه بالتي هي أحسن طريقة قانونية. قال يا ودي ديرنا ما كنصلوا فيه. الأمر الثاني بالك كاين بعض الأمكنة الناس صلي والموسيقى تخبط في راسهم، قال نديروا طالب ودي مانيش حابين نسمعوا الموسيقى كامل، علاش تلزمنا نهار كامل احنا نخدموا ونسمعوا في الموسيقى. كاين مثلا خروقات أخلاقية في المؤسسة، هذه عمره واحد ما يتكلم عليها، مكانش اللي يتكلم على الامور هذه. تكلموا وقتاش؟ نحونا ساعه زادونا ساعه كذا، من حقك من حقك اطلب هذا الامر، اطلب ماشي مشكل. بصح علاش ماناش نقدموا الاولويه؟ اذا عندنا غلطه في التغيير، كاين غلطه في التفكير في التغيير، وشن هو واش تغير قبل؟ هذا هو الامر. وكاين امور كاين امور لا يعرفها احد الا الانسان اللي يكون فيها فقط. يعني واحد ما يقدر يدركها، في الظاهر تبان لك اخطاء، هي ماشي اخطاء. انا نتكلم على الامر هذا باب الحياد والانصاف، ماني ندافع على حتى انسان. يعني باش الانسان ما كان اللي يكتب لي ائمه سي سي بي. سما ما كان لا، مازال ما فيراوش. كي فيري ونهضروا مليح. سما دير مليح في بالك باللي هذا الكلام شرعي، حنا نتحرجوا نتكلموا احيانا امور الناس يحطك في واحد الزاويه هكذا يقول لك هم الابواق هم كذا. لا لا بالعكس، والله ماني دافع على انسان. راني يعني نقول باللي ها يعني بديناها منين؟ أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، عندما يجور السلطان يجوز عالم من العلماء ولا داعية ولا إنسان عنده علم كبير يروح لهذاك السلطان يقول له يا فلان اتق الله في الناس، ومش لازم يسبه، يقدر يقول له كلمة بالك هذاك يرجع، بالك يرجع هذاك السلطان. احنا وش الأحسن؟ أن هذاك السلطان يوم موجود يتسقم، أحسن هذاك هو الأفضل، كي يولي هو ما شاء الله. وش علاه احنا لا نكسروا في راسنا؟ احنا ماذا بنا ربي يولي علينا خيارنا؟ ماذا بنا ربي يولي علينا الناس يكونوا يخافوا الله فينا يتقوا الله عز وجل وحنا نكونوا ما شاء الله. فهذاك اللي موجود انسان يصلحه بالتي هي احسن، بالطريقه القانونيه ولا الشرعيه ولا التي يشرعها لك الله سبحانه وتعالى. اما الفوضى فعمرها ما جابت خير. ولماذا؟ لانها ستصير بعد ذلك الى فرق واحزاب وقتل، تولي قتال. هذا ما كان يولي عباره عن اشياء فيها فساد. ودائما في الامور هذه الانسان يقدر ماذا؟ المصلحة والمفسدة، يقدر ما هي المفسدة التي سيأتي بها الإنسان في مثل هذه الأشياء. وعجبا لأناس تناولوا قضايا تاع أمة فأفسدوا فيها، ولما قيل لهم تقدر المفسدة والمصلحة قالوا لا هذا ما دخل لا دخل له هنا، أي بين. ولما يجي في الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر في أمور بسيطة سهلة أحيانا في داره يقول لك نقدر المفسدة والمصلحة، مع هذيك ما نكرتش المنكر. على ما نكرتش المنكر في دارك يقول لك نقدر المفسده والمصلحه، تما قدرتها وين ما فيهاش مشكله تقدر تجوز. بصح في الامور الكبيره اللي ممكن امه راح تروح في هذيك المساله ما حبيش تقدر المفسده والمصلحه.
أهل العراق الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام هم أهل الشر. قال منهم ما ليش نطعنوا في العراق، يعني أنا أتكلم على ذلك الوقت، أنا أتكلم على ذلك الوقت. بالعكس أنا دولة العراق دولة حضارة ودولة فيها مسلمون وفيها علماء ربانيين، وما ألفه العلماء وما مر عليهم في عبر الزمن الماضي شيء عجيب جدا من علماء أهل السنة، خير كبير جدا. يعني فيها رجال وما زالت العراق ولادة للرجال. النبي عليه الصلاة والسلام قال من ها هنا، يعني كاين فرق، كاين طبع من الناس، كاين ناس في البصرة في الكوفة، كاين ناس فيهم طبع الانتقاد. وتكلمنا احنا على قصة سعد بن أبي وقاص الذي دعا على ذلك الرجل 3 دعوات، هذاك اللي عزلوا عمر بن الخطاب، وقعت القصة هناك. وبعد ذلك بدأ ما جاء في خليفة ولا أمير ولا أي إنسان إلا وانتقدوه وطعنوا فيه ولم يقبلوه حتى لحقوا الواحد الدرجة. وستأتينا في قصة الحجاج الثقفي، الحجاج يعني لحقت الدرجة أنهم ما جاء واحد إلا واجتمعوا له في خطابه الأول ورفعوا الحجر وانتظروه عندما يكمل الكلام الخطاب. أي خليفة يبعته لهم، أي خليفة يبعته لهم، وش داروا؟ رفضوا الحجر ويستناوه هو يكمل الخطاب بتاعه، هم يرجمونه بالحجر فيهرب منهم دائما، حتى أرسل إليهم الحجاج. هؤلاء هم أهل العراق. ولذلك معروفة خطبة الحجاج لما قال يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق، قالهم إن الله عز وجل أو إن الخليفة قالهم نظر في أعواده، عنده عيدان، قالهم فرأى أصلبها اللي هو أنا فرماكم بي، قالهم ابتلكم ربي بي من أروح، يعني قالهم غير نساوى الحجر هذا وترجموني كذا، من 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 هنا قالهم ما يليق لكم إلا أنا. ولذلك الخليفة بعث لهم الحجاج، والحجاج سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تبارك وتعالى، وسنتكلم بطريقة منصفة عليه حتى نعلم التزييف الذي وقع، ذلك التزييف الذي وقع في التاريخ. والتاريخ مليح الإنسان إذا قرأه لا يقرأه من متحيز، وإنما يقرأه من إنسان حيادي، بالحياد نقرأ التاريخ، لأن هذا التاريخ احنا خرجنا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ودخلنا نقرأه في التاريخ. فبدأت الروايات الشيعية وبدأت الروايات التي تبغض بني أمية، وروايات توالي وتغلو في بني أمية، وروايات من هنا وهناك. وهذه الرواية إلى يومنا هذا ما زال أناس نسأل الله السلامة والعافية يشربون منها. ولهذا احنا نتأسفوا أنه كان بعض أساتذة التاريخ اللي راهم كيقروا التاريخ الإسلامي يحطوا معاوية بن أبي سفيان صحابي جليل كاتب الوحي يحطوا فوق طاولة ويبدأوا يشرحوا، وكذلك عمر بن عبد العزيز، وكذلك بعض الصحابة والكرام يطعنون فيهم. هذا علاه؟ لأنه قرأ التاريخ هكذاك بهذيك الطريقة، بطريقة الانحياز. ونحن لا ننحاز في هذا، وإنما نتكلم في التاريخ بإنصاف. لازم علينا نبحثوا ونتكلموا في التاريخ، لازم الإنسان يكون منصفا في التاريخ. لو كنت تنطلق من الانحياز راح تخسر التاريخ، راح تخسره، لأنه احنا الآن أنا نتكلم في تاريخ. هنا إذا نظرنا إلى هذا القضية، قضية عثمان، سنجد أن الرأس كما تكلمنا عبد الله بن سبأ اليهودي كان رأسا في بث الفتنة. هذه الفتنة وش هي؟ بدأ يملي على الناس مطاعن في عثمان، أن عثمان بن عفان عليه مؤاخذات، وأن الحكم نتاعه هذا ليس بالحكم الجيد. بعد هذه الحقبة من الزمن كامل اللي حكمها عثمان وازدهرت الدنيا كما راهي، في آخر سنة من خلافته بدأ الطعن فيه. ونقول لك كاين الناس هكذا طبعهم الطعن، يعني هما كاين الناس هكذا. فلذلك الآن ماذا فعلوا؟ بدأوا يخرجوا له. ما هي المؤاخذات؟ تكلمنا عليها المرة الماضية، أمليناها وسنفصل فيها حتى لا يبقى الإنسان في ذهنه تلك المؤاخذات. أول مأخذ أخذوه عليه هو أنه قد ولى أقاربه، هذو الأقارب 5 عبد الله بن عامر، الوليد بن عقبة، وكذلك سعيد بن العاص، وعبد الله بن أبي السرح، ومعاوية بن أبي سفيان. قالوا هؤلاء 5 يقربون له،
يقربون له من 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 قريش، ولذلك أقاربه ولاهم دارهم ولات، حطهم ولات. وهم الولات كم كانوا؟ 15 من الولات ليسوا من أقاربه، وإنما هؤلاء يعتبرون من الولات الذين هم من أقاربه عن بعد، ولكن أكفاء، عندهم كفاءة. وفي بني أمية كان عندهم الذكاء وعندهم قوة، فيهم السؤدد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وناس عندهم السؤدد، يعني ناس حقيقة عنده شخصية القيادة، فيه شخصية تاع قيادة، يعني يليق بذلك، لأن الإنسان الذي لا شخصية له في القيادة ما تقدرش تحطه، حتى ولو كان يخاف الله، حافظ القرآن، يخاف ربي، إنسان يعبد الله، رجل آمين، ما عندوش شخصية القيادة ما يجوز لكش تحطه في القيادة، ما يجوز لكش، حرام. فقد وليت أسند الأمر إلى غير أهله. كان نجيبوا دوك واحد من المسجد ما شاء الله إنسان متربي وعاقل مدين ما شاء الله، وإنسان يخاف الله، كما نقولوا احنا تحطوا على الجرح يبرع، ونرفدوه نحطوه مدير ولا وزير، هو لا يعرف شيئا، ما يعرف والو، والناس حوله يأكلون ويشربون ويسرقون وينصبون، هو ما موش والو، مسكين كالأطرش في الزفة قاعد. ونقولوا ما شاء الله الحاج، حاج بيتربي هذاك تشوفه ما شاء الله نور على نور، وش يدير به؟ راك تخون في الأمة، لازم تكون عنده كفاءة، تاني تكون عنده كفاءة. لذلك أنت أحيانا تجيب خدام، برك خدام تحطه يخدم عندك، تقول نجيبه من المسجد وكذا، تحطه ما كاش كفاءة، ما شاء الله إنسان آمين تحطه في لاكاس ما يسرقكش، بس عم هوش شاطر، كاش ما عندوش كفاءة ما يليقلكش. وتقدر تجيب إنسان عنده كفاءة وإنسان ما عندوش أمانة، أمانة ما عندوش، سراق تحطوه ما شاء الله يمشي لك الشركة كاملة، بصح سراق، هذا تاني ما يصلحش. أسند الأمر إلى غير أهله. إذن من هو القوي الأمين؟ إن خير من استخلفت القوي الأمين. لازم زوج حوايج مش تحطوا الراجل في مكانه، وشن هو؟ عنده قوة. وشن هي قوة؟ أمانة، الكفاءة. القوة هي الكفاءة، معناتها تحطني وزير، وزير نفهم على باليش كاين، نعرف الإدارة نعرفها مليح، وكي نمشيها نمشيها نولي أنا صح قائد، هذا هو صح. أما تحط تقول هذا ما شاء الله الله يبارك، هذا نقدروا نحطوا حتى رئيس كاع، هو مسكين ما يعرف والو، إنسان مؤمن خليه في الإيمان تاعو، كي يتعلم يولي كفاءة نحطوه في هذاك المكان. وتقدر تجيب إنسان ما شاء الله كفاءة يقدر بلادي يمشيها، بصح ما يخافش الله، ماشي آمين، لا يخاف الله، يقدر يبيع الأمة كاملة يبيعها، هذا تاني ما يلقش. لازم وش هو فيه؟ قوة، كفاءة، وأمين دين، متدين، فيه وازع ديني، خاف الله، فيه كما نقولوا حنايا فيه أمانة الدين وأمانة الوطنية، تسمى يبكي على بلاده هذه ما يقدرش يبيعها، مستحيل يخونها، ما يقدرش. هذا النوع من الناس، هذا الزوج كفاءات هذو، أو زوج أوصاف، هذه المواصفات هي مواصفات الإنسان اللي تحطه في كل مكان، كل مكان تصلح لهذيك تصلح، الله يبارك ما شاء الله تليق، خصاتك حاجة نحيه ما يصلحش، لا مجاملتها، لأن الأمر أمر الناس، أمر أمة. إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر ساعة، يقول لي أسند الأمر إلى غير أهله. عثمان بن عفان كان ينظر إلى الكفاءة وينظر إلى الدين والأمانة، فنظر كاين 15 والي كامل مخاطئين ماهوش من العائلة تاعو، بعاد شاف فيهم الكفاءة حطهم، انتقدوا فيه 5 فقط، وزوج منهم كما سيأتي الوليد بن عقبة وسعيد بن العاص كلاهما عزلوا، يعني لما توفي عثمان كانوا 3 فقط من أقاربه، وهذوما كامل كلهم عبارة عن ناس أكفاء. معاوية بن أبي سفيان تكلمنا على أنه يعتبر من دهات العرب، داهية معاوية، معاوية عمرو بن العاص، هذا الزوج هذو يعني يعتبرون من دهات الناس، يعني أذكياء لدرجة ما تقدر تصورها أنت، أذكياء، يعني كي يتكلموا كلمة مستحيل أنت تقدر تفهمها في الحين، تضرب سنوات باش تفهم واش كان يقصد الراجل، لأنه علاه متقدم، فاهم فاهم فهمة كبيرة. هذا النوع من الناس كانوا أصحاب كفاءة في الحكم، لأنه عنده ذكاء وعنده قوة. وهذا الأمر الكفاءة هذه ما كانتش في الدين برك، هذه كانت موجودة وين؟ في كل الحكام والأمراء والملوك الذين كانوا من قبل. شوف هرقل، هرقل أنت كي تحطوا عن باك جيبوت سما هكذا شلدها على بابه وخلاص، سما جا كان يلعب في البلاي ستيشن حطيته أنت، لا ماشي هكذاك. هرقل هذوما والناس الأمراء كانوا ناس أذكياء، أذكياء ويعرفوا مليح مليح الدنيا كيفاش تمشي،
سما كي توقف انت يقراك، سما باش تلعبها له ولا تفوتها له، عندهم ذكاء، يعني ذكاء كبير. كفار، نصارى، مجوس، يهود، عندهم ذكاء، كي يحطوا مالك يحطوه ذكي، وعنده قوة وعنده شخصيته. شوف هرقل كي شاف باللي هذا الدين، قالوا يزيدون وينقصون، قالوا يزيدون على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، قاعد يسقسي على النبي عليه الصلاة والسلام. كي عطاو له قالوا شكون يتبعوا، الفقراء ولا الأغنياء؟ قالوا الفقراء. وقالوا الناس لم يدخلوا في الدين معاه راهم يعاودوا يرتدوا ولا يبقاو شادين؟ قالوا لا لا، قالوا الناس راهم يدخلوا في الدين وهم يزيدوا ماهوش ينقصوا. قالوا يزيدون ام ينقصون؟ قالوا يزيدون. قال لهم هذا الدين على حق، حب يدخل في الاسلام. هرقل ملك وعنده الهياقنه معاه، شغل الوزاره تاعو، الحاشيه كلها مجتمعه، هو يسقسي في الصحابه. قال لهم هذا الانسان هذا راهو على حق، راح ينجح. غير شافوه راح يدخل في الاسلام، ناضوا الهياقنه، صاحوا صيحه واحده. ناضوا كيفاش راح تبيع الدين تاعك؟ قالوا له هو ملك الروم، تخيل ملك الروم عندها دولة عظمى، دولة عظمى هذاك الوقت، أعظم دولة هي وفارس، أعظم دولة في القوة. يعني هذيك الآن تخيل الملك تاعهم حبي يولي مسلم، هرقل حبي يولي مسلم عادي. قال أن هذا الدين، هذا دين حق، هذا هذا هو الدين تاع الصح. كي شاف الحاشية والبيطانة كامل ناضت، واش دار؟ قال لهم كنت حاب نجربكم برك. علاه؟ باش ما يعاودوش يدوا عليه الخلفيه باللي انت كنت حاب تدخل في الدين، يديروا له انقلاب باش يعاود يضمن الحكم تاعو. في الحين قال لهم كنت حاب نجربكم برك وما دخلش الاسلام ومات كافرا. بصح شوف الذكاء نتاعو، في حينه المكر، عندهم ذكاء يعرفوا كيفاش يمشوا. هذوما ماشي هكذاك برك، ما يهدرش برك ويلعب برك، ماهوش مالك هكذا تجيبو تحطو انت شغل كيما نقولوا احنا خضره فوق طعام ولا لا. الناس تعرف، وهذا العرب موجود فيهم الامر هذا، لأن العرب أسياد كما قال ابن باديس رحمه الله. العرب فيهم السؤدد، يعني فيهم طبع أنه يتحكم، ولذلك تلقاهم فقراء. الرسول عليه الصلاة والسلام ما عندوش واش ياكل، خمسة ستة خدامين في الدار، خدامين ياكلوا معاه يشربوا معاه، كلا كلا ما كلاش ما كلاش. العرب هكذا، فقير بالخدام، فقراء عندهم خدامين في الدار، هما يطيبوه هما يجيبوه هما ينقيوه هما يجيبوا الحطب هما كلش. عندهم طبع السؤدد فيهم هكذا، يعني الطبع تاعهم داير هكذا طبيعة العرب. واللي يحب يزيد يفهم مليح يقرا في علوم الاجتماع ابن خلدون رحمه الله، وكذلك ابن باديس رحمه الله، له كلام طويل جدا في هذه المسألة، يتكلم عن طبيعة العرب وسؤددهم في قبائلهم كيف كانوا يتعاملون. عايشين فقير عايش كل ملك في داره، سلطان في بيته، وهذا طبعهم. فلذلك عندهم مناسبة في الحكم، يعني كي تحطوا في الحكم راح يحكم، راح عنده شخصية، ما راح يداهن واحد ولا راح يبدل وجه ولا راح يكذب، ولا عنده شخصيته، عنده قوة في الحكم. فعثمان كان يختار بهذا الطبع. فهم ماذا فعلوا؟ قالوا اختار عائلته. وشوف أي إنسان، هذا عثمان بن عفان احنا رانا تكلمنا عليه، تستحي منه الملائكة، رجل عنده مقام، النبي عليه الصلاة والسلام زكاه، والصحابة كلهم أجمعوا على تزكية عثمان بن عفان، أحد العشرة المبشرين بالجنة، بشر بالجنة مرات ومرات ومرات، مش مرة واحدة، مرات ومرات ومرات. وقال عليه النبي عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني خلاص عثمان فراها مع ربي سبحانه وتعالى. إذن هذا شوف كيفاش يحط، يقدر يخرج لك قائمة عادي، وكان جيت تقرأ معهم القائمة تكرهوا عادي، تكرهوا عادي. ولو كان القائمة هذه تدرس بلا من بلا من حيو شبهات من أذهان الناس، ونمدوها الأولاد في الجامعات ولا في الثانويات، راح يشربوها ويكرهوا عثمان بن عفان عادي، تقدر عادي تفوتها لهم. ولذلك اي انسان، اي انسان يقدر يخلق كلمه ويدير فوضى في وسط الناس بكل سهوله. احنا تكلمنا عن المره الماضيه، خلق التشويش سهل، يعني الافتراءات سهله المنال ولكنها صعبه المآل، مع ربي بعد سلك انت، ستكتب شهادتهم ويسالون. اذا هذا أول شيء، وهو أن تولية الأقارب إنما كان هؤلاء الناس كلهم من أهل الخير. معاوية بن أبي سفيان لا يختلف اثنان أنه كان من خيرة الولاة، من أفضل الولاة بإجماع المسلمين في ذلك الوقت، ما كان فيها خلاف أنه كان واليا قبل ما يولي خليفة، قبل ما يجي وقت علي بن أبي طالب سنتكلم عليه، قبل ما يولي خليفة كان والي، وهذه الولاية كان فيها من أحسن الناس، كان معروفا بذلك.
ولذلك كان أهل الشام يحبون معاوية ويحبونه حبا كثيرا. قالوا ما لم نجد مثل معاوية. معاوية في حكمه شيء عجيب جدا، وسيأتي الكلام على ذلك. احنا رانا نتكلموا في حكمه، يعني طريقة الحكم، ومن بعد كن لحقوا في خلافه مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. سنتكلم على أمور أخرى، احنا نتكلموا بغض النظر عن الخلاف تاعهم على علي، وإنما نتكلم عن هو هل يصلح للحكم أم لا. أجمع المسلمون في وقته على أن معاوية من أفضل الحكام، يعني كان من خيرتهم. وكان عمر بن الخطاب قد ولاه على الشام، عمر بن الخطاب، يعني وما أدرك ما عمر، الذي لا أحد يستطيع أن يقول باللي عمر يغلط في هذه الحاجة أو يقدر يستطيع يتكلم في هذا. عمر ولاه، وجاء عثمان قبل عمر ولاه، وزاد ولاه، أعطاه الولاية، فصار كان وليا من أهل الشام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام خير أئمتكم، الإمام هنا بمعنى الوالي الذي يحكم الناس، سلطان ولا رئيس ولا كان من كان، ملك ولا الوالي الذي يتولى أمر الناس. قال خير أئمتكم من تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، هذوما الأفضل. هذا يعني علاه، لأنه إنسان ينظر إلى مصلحة الأمة، ينظر إلى ما ينفع الأمة، ينظر إلى ما يصلح الأمة في دينها وفي دنياها. الاثنين مطالب، الولي الذي يحكم المسلمين راه مطالب بأمرين، مش يشبع الناس برك، يشوف لهم مش يصلح الأمر تاع الدين والأخلاق والمجتمع يبقى نظيفا، وكذلك ويحرصهم من كل الأفكار الفاسدة، ويزيد على ذلك يعتني بماذا؟ باقتصادهم وازدهارهم، حتى يعيش الناس في رغد. وإن كتب الله سنين كسن يوسف، جاءت الأزمة والجائحة، ما كاش اقتصاد كذا، هو يؤجر على اجتهاده، موش مفرط، راه دار لي عليه وربي ما رزقش. هكذا واجب على كل واحد. فهؤلاء الناس كانوا يفعلون هذا. الخلفاء الذين النبي عليه الصلاة والسلام تركهم خلفه، عثمان بن عفان كان يفعل هذا، وعمر كان يفعل هذا. وأما عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، هذا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح قيل أنه كان صحابيا وارتد، وقد شفع له عثمان لما رجع إلى الإسلام في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، ورجع وصار مسلما، وكان من أحسن الناس بعد إسلامه، بحيث أنه فتح إفريقيا، شمال إفريقيا هو الذي فتحها، وكان من أكثر الناس رفعا لراية الإسلام. كان رجلا ذكيا وذا خطة وذا حنكة في الحرب، وكان يشبه خالد بن الوليد في حربه وقوته وبسالته، وأبلى بلاء حسنا، وله فضل عظيم على أمة الإسلام في فتحه لتونس، يعني في شمال إفريقيا. وأما سعيد بن العاص فكان صحابيا، وكان من خيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول عنه الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، يقول كان أميرا، سعيد بن العاص اللي هو أخ عمر بن العاص، قال كان أميرا شريفا جوادا ممدوحا حليما وقورا ذا حزم وعقل يصلح للخلافة. فيه حنانة وعاطفة، ورجل عطاء يمد، يعني جواد يمد للناس. في نفس الوقت كان شريفا، مش إنسان اللي يجي يشريه، وفي نفس الوقت كان حليما يرحم بالأمة ويتجاوز عن الناس كي يغلطوا، وفي نفس الوقت كان ماذا؟ يبحث عن مصلحة المسلمين. رجلا صالحا متدينا، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي، وكان يصلح للخلافة كما قال الإمام الذهبي رحمه الله. وأما عبد الله بن عامر، هذو كامل ولاهم عثمان بن عفان، وانتقدوا عليه، انتقدوا عليه في هؤلاء. عبد الله بن عامر بن كوريز هذا أصلا هو في ذاته له جهود في فتح بلاد الإسلام. فتح ماذا؟ فتح بلاد كسرى الفارس وخراسان، وانتهت دولة فارس في زمن عثمان على يده. عثمان رضي الله عنه كمل مع دولة فارس، نحاها من الدنيا، يعني دولة فارس القوية العظيمة هذه اللي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والتي قال عنها الله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم. شكون غلبهم؟ فارس كانت أقوى، يعني قوية تتداول هي والروم، دولتان عظيمتان. هذه الدولة نحاها عثمان، كمل معها، بدأها عمر وكمل معها عثمان بن عفان. وآخر إنسان نحى يعني قضى في الأمر وفصل في الحرب هذا الرجل عبد الله بن عامر بن كوريس، هذا الذي فتح كم من بلاد، وفتح سجستان
وفتح كذلك كرمان، يعني هذه الدول الشرقية كلها فتحها هو، وكان رجلا صالحا قائما على مصلحة المسلمين. وقال عنه الإمام الذهبي رحمه الله قال كان من كبار ملوك العرب وشجعانهم وكذلك أجوادهم، يعني كان رجلا جوادا. الوليد بن عقبة، الوليد بن عقبة هذا كان صحابي. الوليد بن عقبة انتقدوا عثمان قالوا له لماذا أنت جعلت الوليد بن عقبة، ولو الوليد بن عقبة كان عليه مؤاخذات. قالوا لماذا؟ قالوا أولا نزلت فيه آية وربي اسمه فاسقا. وش هي الآية؟ الوليد بن عقبة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني المصطلق، بني المصطلق باش يأخذ منهم ماذا؟ الزكاة. قال فإنهم منعوك ما حبوش يعطولك الزكاة أو الخراج، قال حاربهم قاتلهم. فلما خرج الوليد بن عقبة مع الجيش خرج وجد بني عبد المصطلق جايين جايين إلى المدينة، فهرب وراح عند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إنهم أرادوا قتلي، قال يريدون قتلي. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد قالوا تحقق هل هذا الناس حبوا يقاتلوا، يعني معناتها لهم حابين يقتلوا الرسول تاعي، معناتها راح نخرج لهم جيش ونقاتلهم، راح تنوض حرب، معناتها راح تصرى فتنة كبيرة. فوجد خالد بن الوليد أن هؤلاء الناس لم يأتوا لقتال. قالوا لا يا رسول الله رأيناك تخلفت تأخرت على باش تأخذ الزكاة، جبناها وجينا، احنا جيناكم احنا سبقناكم باش نعطوك الزكاة. فأنزل الله قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهنا لما قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هنا ليس بمعنى أن الوليد بن عقبة فاسق، ماشي معناته هو فاسق، معناته عموما إذا جاء فاسق بنبأ فتبينوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام خدب كلامه، وكان خدب كلامه وش يصرى؟ راح يقوم الرسول عليه الصلاة والسلام وراح يقاتل الناس، يقتلهم ظلما وهم جايين جايبين الزكاة، راح يقتلهم. إذن هنا مصير أمة على هذيك لازم تتبين، لازم جاك واحد تتبين، والتبين هذا راح يخلي القلوب صافية حتى بيناتنا، يعني تبينوا أسمعت حاجة قالت روح عند خوك علاه تشد عليه الحقد، علاه علاه سمعت باللي قال فيك كذا، النمامين هذوك اللي جابوا لك هذوك الناس، ومن بعد انت واش ديت بنيت عليهم كامل المحبة اللي كانت بينك وبين خوك اللي ممكن هي اللي راح تظلك تحت ظل عرش الله يوم القيامة، ينادي الله أين المتحابين في، وانت هذيك المحبة نحيتها وليت تكرهه وبديت تخرج في سره وبديت تضرب فيه في ظهره، وممكن هو والله ما كان يقول هذا الكلام، ممكن كان الكلام مقطوع، ممكن الكلام غيروه الناس. شحال من إنسان يغير الكلام، شحال من إنسان يغير الكلام، وليدك صغير طفل صغير، هذا طفل صغير لو كان تبعته عند واحد انت راك عندك كلام حلو تقدر تجيبها كذا منا دقيقة مانيش قادر اني دوك نجي كذا، بالك يخرج هو عند واحد يقول لك ابي ما نجيش، يلخصها غير بهذه الكلمة ويجي رايح، لو يقول كيفاش يقول لي ما نجيش، هو طفل صغير ترجمها هكذا في كلمة وراح، ولا ما نمدش ما نمدلكش ما نعطيكش هذيك الحاجة ما نسلفها لكش، سما الولد يقدر يدير لك ضيقة كبيرة مع الناس، سما دير بالك بلي لازم تتبين. والناقل الناقل دائما ما حش يعطيك 100%، يعني ليس من عاين كمن سمع كمن راى، يعني المعاينه مليحه، تسمع من خوك قال يا ودي فلان والله سمعت كذا كذا كذا، يقول لك هو رايه، يقول لك لا لا واش نقصدك انت، ولا قلت الكلام تاعي هاو السياق هاو السباق هاو واش كاين، ممكن يكون قالوا يعتذر لك وتصفى القلوب. تبينوا ما تخسروا والو كي تبينوا، تبينوا تربحوا بزاف امور كي تبينوا تصفى قلوبكم. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام لما أمره الله تبين فكف الله عز وجل القتال، الحمد لله ما قامت شيء، وإلا سيصبحون نادمين كما قال الله. شدوها له هذوك أهل الفتنة قالوا الوليد بن عقبة أوعدنا الملف تاعه، وهو تاب الله عز وجل عليه وتاب عند النبي عليه الصلاة والسلام ورضي عنه النبي عليه الصلاة والسلام ومات وهو عنه راضي. بصح هما لا لا مازال ملف موجود، أو دار واحد النهار قصة هذا شادينها له، شفت القلوب المريضة، هذو هما هذو الآن عند عثمان هما معارضة رافدين ماذا؟ شعار حب الخير للأمة، هذو هما الناس، وهما ماذا؟ هما عبارة عن ناس
لو كان تولوا هما الحكم لأفسدوا فسادا عريضا. لماذا؟ لأنه كاين الناس ينازعوا ليكون هو لا من أجل أن يدفع الشر عن الناس. وكاين الناس مخلصين، كاين الناس ما يحوس لا كرسي لا والو، أو حاب الأمة تسقم حالها. وكاين الناس لا وحاب هو يكون تما برك، وكيولي هو تما يزيد يفسد أكثر. ولهذا هكذا فعلوا، طعنوا في الوليد وقد عفى الله على عز وجل عنه. والأمر الثاني قالوا رجل سكير، ولذلك هم كانوا يروون الروايات، حتى الشيعة يروون هذه الروايات، يروون هذه الرواية ويقولون إنه كان يصلي بالناس خامرا، كان يصلي خامرا. وصلى ذات مرة بالناس صلاة الصبح، فصلى 4 ركعات وقال للناس أزيدكم، يعني بمعنى كان سكران ويصلي بالناس. وهذا كله قال العلماء لم تثبت فيه رواية صحيحة، لم تثبت فيه رواية حقيقة. عثمان جلده، عثمان جاءه خبر بأنه قد كان شرب الخمر فجلده عثمان، جلده وطهره. لماذا؟ لأنه سمع وجاب شاهدين، واحد قال له رأيته سكرانا، واحد قال له رأيته يتقيأ، فقال عثمان ما تقيأ إلا لأنه شرب فجلده. هكذا يروون الرواية، والرواية جت في البخاري. ولكن فرضا أنه لو كان سكرا قد طهره عثمان، يعني هذا لا يقدح فيه كونه كان ذا أولوية وذا كفاءة، ذا كفاءة في الولاية. الأمر الآخر وهو يعني لأن الطعن هذا الطعن مش سهل، طعن هذا في الناس مش سهل. الأمر الآخر المأخذ الثاني، هذو الولاة الذين تولاهم، مع بغض النظر أنهم 5، 2 منهم الوليد عزلوا عثمان، عزلوا وسعيد عزلوا عثمان، بقوا 3، و3 كلهم أكفاء، معاوية وعبد الله وعبد الله كلهم أكفاء، كلهم أصحاب مكانة. والنبي عليه الصلاة والسلام وش قلنا احنا؟ كاين ناس طعنوا في الرسول عليه الصلاة والسلام لما طعنوا في توليته لأسامة بالميموت، وأسامة كان يعني صغيرا في السن، قالوا كيف يولي صبيا؟ قالوا عنده معه حنانة، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي ربى أسامة، فقالوا عنده معه حاجة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعل بعضكم يطعن في تولية أسامة، قال والله إنه لكفء، والله يستاهل المكان هذا، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم غير مكان لا تقولوا بلي أنا راني درته هكذاك برك، لأنه كان عايش في داري وكذا، لأنه كذا ولأنه كذا ولأنه كذا. فالربط هذا مش مليح دائما، مش مليح يتهم الإنسان، مش مليح يتكلم، لأن الكلام تقول واش حبيت واش حبيت. شوف أنا سمعت ناس باش تعرف بلي كاين ناس عندهم طبع الانتقاد برك هكذا، سمعتهم أنا بنفسي في مسجد من المساجد، صليت فيه إمام كل الناس يشكرونه، كلهم أهل الحي جالس يشكروا كامل، أجمع الناس على أن ذاك الإمام يصلح. جيت خارج معهم، زوج من الناس من أهل الحي هذاك يرفدوا في صبابطهم، وش يقولوا الآخر؟ قل له هذا يرحم بابك، هنا ذوك عنده 16 سنة ولا 17 سنة هنا، نورمال 4 سنين يجي رايح، خلي الناس الشباب تخدم. وعلى سيدي على لازم 4 سنين يعرفك وتعرفه، خليه يقعد 100 سنة لا حب، مش عبك تا كرسي تاع رئاسة الجمهورية هذا ولا؟ أو إمام راهو مسكين راهو يباصي، كي شحال من حاجة يديرها ويخاف يدير الذنب نتاعها. تسمى دير بالك بلي واش هاد المسؤولية ماهوش في حاجة كبيرة، واش عندك بالشوفير راهو ولا ولي كارد كور ولا؟ تسمى قال له علاه نورمالمون 4 سنين يعاود يجيب واحد آخر، علاه دائما لازم تغير؟ خليه إمام يعرفك تعرفه، يعرف طبايع الناس، يعرف كذا، أحسن يبقى هو أفضل. ولا يجيني ولا حتى شكيت في روحي انا، قلت بالك واحد يبدل وخلاص. سما يقول لك هذا الناس كيفاه لازم يبدل. ومن بعدها واش قال له؟ قال له المؤذن شوف شحال عنده 25 سنه لازم يتنحى. قال له شحال لازم يتنحى؟ لكن مليح يصلح ومحافظ على الاذان ومحافظ على وقته كذا، ما شاء الله. روح انت جيب واحد يحافظك على الاذان. سما الان اذا كان انسان كفء وما شاء الله متربي ماهوش يدير مشاكل، خليه عساس وزير مدير، خليه لا مليح خليه يقعد 100 سنه لو مليح، لو ما شاء الله يصلح الله يبقيه في هذاك المكان. علاه سيدي علاه؟ خليه يحكم، لازم نبدلو لازم. بصح اللي ما يصلحش حنا ما استناوش 4 سنين كاع، ماذا بينا يتبدل في نهار. اللي ما يصلحش ماشي لازم يقعد 4 سنين اصلا ولا 5 سنين ولا 100 سنه. هذاك اللي ما يصلحش هذاك راه عند ربي ما يصلحش من نهار الاول، الذي لازم يروح. المساله ماشي مساله تمد ويبدل، المساله هو لازم يكون ذا كفاءه، هذاك الانسان يكون ذا كفاءه.
ديما نهضرنا بزاف على الامور هذه الله يستر. على كل حال سمحوا لنا برك. اذن فعثمان بن عفان ماذا قالوا؟ قالوا هذا الانسان قد ولى اقاربه. الحاجه الثانيه قالوا نفى صحابي جليل ابا ذر الغفاري، وحنا تكلمنا على قصه ابي ذر بان ابا ذر هو الذي راى ان يخرج الى تلك البقعه ويعيش فيها في الربذه، وكان قد ذكر النبي عليه الصلاه والسلام طبعه. وانا حبيت نمد واحد الفائده في دراسه تاريخ الصحابه رضي الله عنهم، صحابه بالذات صحابه، كي نكونوا نتكلموا على السيره والصحابه لابد من اخذ طبائع، اخذ بالاعتبار طبائع الصحابه. لازم ناخذوا بعين الاعتبار، كل واحد عنده طبعه، دير في بالك، ما تقدرش تعاملهم كاع بطبع واحد، كل واحد عنده طبعه لازم نحترموه الطبع هذاك، ما دام هذاك الطبع ما راهوش حرام. عثمان بن عفان قليل الكلام رجل حي، ما تقدرش تلزمه انت تقول له لازم تكون كيما عمر بن الخطاب، تضرب يدك وتجيب العصا وتضرب بالناس وتدير وتدير وتدير، ما تقدرش، طبعه داير هكذاك، رجل حي حي يستحي بزاف. على هذيك تجرأ عليه الناس، احنا قلنا لو كان عمر بن الخطاب دار هذه الاخطاء واحد ما يتكلم في وقته. واحد ما يتكلم. طبايع دايرين هكذا. دوك يجي علي بن ابي طالب سنتكلم كذلك، عنده طبع. عنده طبع، هذاك الطبع يغلب على حكمه. نفس الشيء. وابو بكر الصديق كان رجلا حكيما ورزين، بصح كان كثير الغضب. اذا غضب يغضب يقول. حتى غضب هو قال، قال لهم سوس بدر لات. قال كلمه خشينه ابو بكر الصديق. والاخر صحابي ضربوا. يعني كي يغضب ابو بكر الصديق كي يغضب يعني ما خلاص ما كاش حاجه يعني ينفجر، بصح هو عاقل رضي الله عنه وارضاه. وعمر بن الخطاب على طول مبينها بلي انا ماش عاجبني الحال نهضر، دعني اضرب راس هذا المنافق. راجل يتكلم عنده العصا في يده يتكلم، الصحابه يخافوا منه. يعني كل واحد وطبعه. صحابه ابو ذر يحب يعيش وحده، قال يعيش وحده يمشي وحده يموت وحده، وحده هذاك هكذا داير. وكاين الناس جمعت ما بين الشجاعة ما كاش فقه، وكاين ناس فقهاء ما عندهمش قتال كبير في الجهاد. خالد بن الوليد ماهوش فقيه، رجل تاع جهاد سيف الله المسلول في مكانه. وواحد اخر جيب معاد ولا غير ذلك برز في فقهه وغير ذلك، زيد بن ثابت وهذو ناس فقهاء. سما كاين كل واحد عنده طبعه والميول تاعو التخصص تاعو، يعني لازم هذا ناخذوه بعين الاعتبار. الان ابو ذر كان بادي عاش وحده ومات في الربذه، وهو لم يطعن في عثمان ولا شيء، وعثمان لم ينفيه، وانما عثمان قدر المصلحه والمفسده في امر وقع خلاف ما بين معاويه اللي كان واليا في الشام وبين ابي ذر الذي كان معه. الامر الاخر قالوا اعطيت مروان بن الحكم اللي راح يولي خليفه من بعد، مروان بن الحكم الذي كان واليا، قالوا له اعطاه خمس افريقيا. عباك بلي خمس افريقيا اللي كانت مفتوحه هذاك الوقت، كان الخمس نتاعها كامل ملكا لمروان بن الحكم. مروان بن الحكم، ولذلك احنا تشوف في شمال افريقيا منتشر كاسم مروان منتشر، وهذه منتشر كثيرا في العراق والشام، يسموش هذا ما يسميوش، لانه مروان بن الحكم عندهم عدو فطعنوا فيه. وهو كان وليا، كان رجلا، وهو الذي فتح افريقيا. وهذا عثمان بن عفان قال في شرطه ان الذي يفتح افريقيا مد عليها جائزه، ان الانسان الامير يعطي له الخمس، المهم يتحمل صعاب ويدي الجيش ويقاتل. لما قاتل القائد اعطى له الخمس، وبقيه الاخماس خمسها على وفق الشريعه، كما قال الله تبارك وتعالى: واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه هو للرسول ولذي القربى. ومن بعد كي يموت الرسول عليه الصلاه والسلام لمن يروح الخمس هذا؟ مات النبي عليه الصلاه والسلام، لله ولرسوله ولذي القربى. وش ولا يديروا الصحابه؟ ولا الولي ولي اللي جاء ابو بكر عمر عثمان تولي ليه هو يتصرف فيها كيف يشاء. وش كانوا يديروا الصحابه؟ كانوا يمدوا النساء المؤمنين، امهات المؤمنين، ازواج الرسول عليه الصلاه والسلام، لانه الله عز وجل قال ولذي القربى. وكان كذلك يتصرف فيها كما يشاء، لأن الله عز وجل هو الذي أعطاه هذا، أعطاه أن الخمس تاع الغنائم أن ما يكون له. الأمر الآخر انتقدوا على عثمان أنه أحرق المصحف، المصاحف ماشي المصحف، قالوا هذا أحرق المصاحف. يعني كان بزاف ناس هكذا من جهله
يرجع العالم جاهل وهو عالم ويطعن كما يحب. وعثمان بن عفان حرق المصاحف ولا ما حرقش؟ حرق المصاحف، ولكن حرق المصحف، واحد يحرق المصحف، كان لقاو إنسان رافد المصحف ويحرق فيه، وش نقولوا كافر ولا مسلم؟ هذا ما نقدروش نحكمه، لازم نشوفوا نيته. بصح لو كان نحكموا إنسان رافد المصحف ويدخل فيه في النجاسة، هذا ويدير فيه عملية كفر هذا، أو يعتدي على دين الله، سما راه يدنس في المصحف. بصح واحد يحرق في المصحف شو معناتها؟ هنا نشوفوا واش علاه يحرق في المصحف. إذا كان يحرق فيه يقولنا هذا سبب الهلاك تاع الأمة، وهذا التخلف، وهذا المسلمين هاكوا يا المسلمين، ويحرق هذا كفر، كفر بواح. وإذا كان يحرق لأن المصحف هذاك خاف الناس مجيين يدنسوه، ولا خاف ناس يغلطوا ولا فيه غلطات، هذا الإنسان يعمل مصلحة المسلمين، مصلحة المسلمين، لأن المصحف هذاك فيه غلطات مثلا. وسنتكلم على حرق عثمان المصاحف. خلاص خلاص يجيب كرسي ويجي خلاص نكمل هذه الجزئيه ويبدا على روحه. جيب قول ويجيب كرسي ويجي. نكمل هذه الجزئية ثم ننتقل إلى تكريم الطلبة، لأنه كانت مسابقة سيعرف بها الشيخ محمد المشرف على المدرسة القرآنية إن شاء الله. سنكمل هذه الجزئية. جيب كرسي جيب. عثمان بن عفان، احنا قلنا بأن أبو بكر الصديق بإشارة من عمر وغيره ماذا فعلوا؟ القوب للناس القراء الذين ماتوا واستشهدوا في اليمامة وغيرها في حروب الردة، الناس اللي حافظ القرآن بدأت تموت، القرآن راح يروح. واش داروا؟ نبسطوها مليح باش الناس تفهمها. واش دار أبو بكر الصديق؟ بدأ يجمع في كلف ناس وبدأ يجمع، لي عنده كاتب حاجة من القرآن يجيبها لنا، حب يرجع القرآن مكتوبا. فبدأ الجمع من عهد أبي بكر الصديق، ولكن ضبط وانتهى الأمر بإقامة لجنة ذكرناها حنايا. هذيك اللجنة لجنة معينة، ناس معينين على رأسهم زيد بن ثابت والباقي كلهم قرشيين. هذ الناس كلهم، شوف الأولاد الفوق، إذن هؤلاء كلهم ماذا فعلوا؟ جمعوا لنا القرآن كامل. والقرآن وش قلنا احنا؟ أنزل على سبعة أحرف، ما كلها نفسروها، ما كلها نفسروها. بصح هذه الأحرفية عبارة كاين اختلاف. نعطيك غير مثال، مش ما كلنا نقول لك الأقوال، نعطيك مثال. كان الله عز وجل قال في سورة ياسين إن كانت إلا صيحة واحدة، وكاين رواية يعني حرف حرف من حروف القرآن ربي نزلوا، إن كانت إلا زقية واحدة، معنى كما نقول احنا يزقي الإنسان، وهي صيحة واحدة، صيحة بمعنى العذاب نتاع الملك، عذاب. إن كانت إلا صيحة واحدة، هذاك الصيحة التي يجعلها الله عز وجل في ذلك الملك، هذاك الملك الذي يصيح زقيا كذلك نفسها، معنى واحد. بصح علاش ربي نزل القرآن على سبعة أحرف؟ الناس في البداية كي كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل عليه القرآن، الناس قبائل كل واحد وش يقول، عندهم لغات مختلفة، الناس جدد في الدين ما يعرفوش، ما كاش، دير في بالك ما كاش انترنت،
ما كاش قنوات، ما كاين والو. سما دير بالك بلي الانسان ما يقدرش يجي عند الرسول عليه الصلاه والسلام كل مره ويسال يقول له ما فهمناش القران هذا واش معناتها الكلمه ما فهمناهاش. ربي واش دار لهم؟ نزل لهم القران على حسب اللغات نتاع العرب. العرب كل العرب قبائل كل واحد كيفاش يتكلم. كل واحد الان احنا مثلا نقولوا السفر حمير، حمير الذي هي قبيله معروفه من اشهر قبائل العرب في اليمن. حمير هذوما بني حمير ما واش يقولوا ام سفر، احنا نقولوا السفر الف واللام الف واللام. القمر هم يقولوا ام قمر ام قمر. ثم كي نشوف اللغات تختلف تاع الناس وهي كلها عربيه، لغه عربيه كامل لغه عربيه. الان كاين اللي يقول حذاء، كاين اللي يقول صباط، صباط لغه عربيه، صباط من الاسباط، السبط الذي هو ابن ابنتك، يعني حاجه تنحذر منك وانت اسفل حاجه فيك هي صباط، هي حذائك، يعني حاجه عربيه عادي. كاين اللي يقول، كاين اللي يقول كثيرا غفيرا جزيلا، وكاين اللي يقول بزاف بزاف. حنا نقولوا بزاف، اش معناتها بزاف؟ لان احنا المغاربه اللغه تاعنا نحبوا ندخلوا كلمه في كلمه بمعنى بجوزاف. الجوزاف شنو هو؟ حاجه اونفراك، اونفراك حاجه كبيره بالقودي ترفدها، يعني كيمر ملك يقول لك البيع بالجوزاف. واش معناتها البيع بالجوزاف؟ الحاجه اللي ما تتباع لا بالكيلو ولا بالكيل ولا بالمترا، ولا تتباع كما نقولوا احنا بالقودي، ارفد الرمل والجرافي هذوما، تقولش تقول اعطيني كيلو ولا زوج، يسموها بالجوزاف يعني اونفراك. هذه بالجوزاف حنا باش نقولوا بالجوزافي ولا نقولوا بزاف، معناتها حاجه بزاف ياسر كما نقولوا احنا. هذه هي. وكاين كلمات حنا مسجد المسيد، حنا السين والجيم نرجعوا لها ياء، سميناه مسيد بكري، الناس تقرا غير في المسجد، ولينا هذا المدرسه ولينا نسموها المسيد، هي اصلها لان الناس كانت تقرا بكري في المسجد. المسجد عندنا احنا المغاربه كانوا يعيطوا له المسيد، يقولوا المسيد. فالناس كي دخلت تقرا بكري عندنا اللي يروح يقرا، يروح يقرا في الجامع. واش نقولوا له؟ راح يقرا في المسيد، راح يقرا في المسجد، في المسيد. هذه هي كلمات عربيه، والناس تختلف لهجاتها. وشنو كام العرب؟ ربي سبحانه وتعالى رحمه بالامه في البدايه نزل الحروف القران هذاك تشوف فيه تاع دركا، كانت فيه كلمات على حسب القبائل. اقرا القران كما تيسر لك، كما فهمته اقراه بالحرف اللي حبيت انت، المهم فهم وخلاص، لان كان الغرض من ذلك ان تفهم. ومن بعد كي فهموا الناس كاع الايات واش تعني، واش دار لهم عثمان؟ قال لهم خلوها على حرف واحد، قريش، اللغه الاصليه قريش، ماشي القراءات، ماشي القراءات، الحرف اللي هو اللغه، اللغه او اوجه اللغه، خلوا اللغه اللي هي تاع قريش، ودارها عثمان. ومن بعد باش ما تخلطش على الناس، شوف احنا نعطيك مثال، دركا لو كان ينوض امام يبدا يقرا، يبدا يقرا ان الله الغني الحميد، ويجي ويقول لك لا لا بصح انا لقيت مصحف لقيت مكتوب ان الله هو الغني الحميد، الامام هذا طيح حرف او قرا لنا حرف القران، هي كاينه هو وكاين ما كاش هو، تسمى كاينه وكاينه. وكاين ناس يقول لك هاو قال سارعوا الى مغفره من ربكم، وفي حفص وسارعوا الاخرى وزاد الواو، والناس لما يجونا المقصوره يقول لك شوف يا شيخ لقيت واحد المصحف محرف، علاه محرف؟ ام زيدين واحد الحرف هنا، لا لا هذه قراءه وهذه قراءه. شفت كيف احنا اللي ما يعرفش واش يدير يقول باللي القران هذا تسمى كاين اختلاف فيه، لا لا هو قراءات هذه. علاش كنا نشوفوا حنايا نكونوا جاهلين حاجه معينه شو اللي يتخلط علينا القران؟ ولهذا عثمان ماذا فعل باش ما يتخلطش القران عن الناس؟ نحى الاحرف الاخرى كامله وخلى حرف واحد باش يبقى الناس يجتمعون على حرف واحد. الا ان بعض الصحابه انتقدوا عليه، اجتهاد منه هو الحاكم، هو الحاكم، هو راى ان هذا لازم هو اللي يحسم الامر، وباقي المصاحف باش ما تخلطش حرقها. هذا وحده. الامر الثاني وشنو هي؟ ان باقي المصاحف اللي حرقها عثمان كان فيها تفسيرات صحابه، يعني كاين صحابه كانوا كيقراو عندهم مصاحف تاعهم خاص به، هو كتبوا على الرسول عليه الصلاه والسلام، كي يقرا يدخل كلمه تاع التفسير، كلمه تاع التفسير، هذيك الكلمه تاع التفسير يسحقها ليه ماشي قران، زادها في وسط كلام الله. لو كان عثمان خلاها الناس يدخلوها يحسبوها قران، تتخلط. واش دار عثمان؟ حرقهم. مثلا عبد الله بن مسعود واش يقول في صيام الكفاره، كفاره اليمين، قال الصيام 3 ايام زاد متتابعات،
عبد الله بن مسعود، زاد كلمة متتابعات أو متتاليات. هذه كلمة متتابعات قرآن ماشي قرآن. إذن وش دار؟ قال ماذا حرقوهم خاطش يتخلطوا مع الناس. والأمر الثالث ما هو؟ أنه كاين مصاحف كان فيها آيات منسوخة ما كاينش هذوك في القرآن. شوف قول الله عز وجل: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذه آية ما كاينش هذه، بصح هي آية راحت هذه الآية خلاص، ربي نزلها وبعد بدل الحكم، بدلوا الحكم بدلوا ونحى الآية هذه كاع نحاها. كاين آية نزلت عاود ربي نحاها بصح فوق الرسول عليه الصلاة والسلام. الصحابة كاين مازالوا كاتبها. عثمان قال لهم احرق باش الناس ما تخلط لهمش، خلوا لهم غير حاجة اللي خدمتها اللجنة كاملة هذيك التعب هذاك نخلط خرجهم. والآن المصحف هذا كامل قراءتك موجودة الآن، عثمان بن عفان جزاه الله خيرا. يعني إذن هما واش داروا؟ قالوا احرق المصاحف، حرق المصاحف. كما بعض الناس، كما بعض الناس كي تقول له ما شوف الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام نحبه جميعا ونصلي عليه جميعا، ولكن عندها مواطن وعندها طريقة وعندها صيغة، يعني ما نقدروش أنا وياك نجيبوها بطريقة مبتدعة، ما نديروش بدعة في طريقة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كان جينا نقول لك دركا شوف لو كان تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 35 مرة صباح و 35 مرة العشية يفتح عليك الله شيء عجيب كما يديروا جماعة الانترنت، يجوز لي هذا وما يجوز ليش؟ ما يجوز ليش؟ صح. وكان انت واش دير؟ هذا مجرم، هذا عدو النبي عليه الصلاة والسلام، او حرم علينا باش نصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. شوف كيفاش او حرم علينا. شوف وكي تجي واحد يقول لك انايا عندي واحد الشيخ قال لي باللي كي تقرا قل هو الله احد 1000 مرة في النهار يجيك النور ويرضى عليك النبي عليه الصلاة والسلام ويخرج لك النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. ونقول له انا لا لا ما قالناش عليها النبي عليه الصلاة والسلام، كان جاء قالنا عليها النبي نديروها. بصح علاش انا دوكا ندير دين جديد 1000 مرة؟ على 1000 مرة مليحة قل هو الله احد مليحة. انا قلنا في الخطبة كي تحب تدخل الجنة بصح ماشي 1000 مرة، ما نضبطلكش انا عدد، منين نجيب العدد؟ تسمى نولي ندير دين جديد من عندي، تسمى نبداو نخرجوا 1000. اي علاش ماشي 1000 واحد من الان نديروها كيما القهوة وخلاص؟ اي 1000 هيا 1000. علاه ندير علاه 1000؟ علاه 1000؟ سمع علاه دير لي 1000 انت، منين جبتها 1000 هذه؟ اذا الان واش نديروا حنايا؟ سمع نقولوا له لا لا ماشي 1000، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، اقرا القران بصح ما تضبطش روحك بحاجه معينه. هو يقول لك لا لا هذا عدو القران حرم علينا نقراوا القران، واش بيك انت؟ هذا النوع هذو كاينين دركا، هما نفسهم اللي كانوا على عثمان بن عفان، او حرق المصاحف، قال لك او حرق المصاحف. شوف كلام ربي حرقوا عثمان، شوف كيفاه؟ عثمان هذا كيفاش؟ وغلطوا كي قالوا له انت مبشر بالجنه. سما الان باش تعرف باللي يقدر الانسان يكون شعار مليح وموراه الخبث، نسال الله السلامه والعافيه. ان شاء الله بعد العطله باذن الله انا ندير ثلاثه هذه الجايه ان شاء الله، ومن بعد ننقطع مده اسبوعين، ويوم 2 فيفري ان شاء الله نستأنفوا الدروس تاعنا الجمعه باذن الله، نستأنفوا ان شاء الله الخطبه والجمعه والدرس معها باذن الله. يوم 2 فيفري ان شاء الله نعاودوا نرجعوا للدروس تاعنا كما كنا بإذن الله عز وجل، وممكن قبل رمضان سنفتح كتابا جديدا ممكن يكون الداء والدواء أو الجواب الكافي لابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، نقرأ فيه قراءة حتى نستفيد إن شاء الله مع رمضان بإذن الله عز وجل. نسأل الله يبلغنا وإياكم. الآن عندنا تكريم فقط يشرح لكم الشيخ محمد اللي هو مشرف على المدرسة القرآنية. كانت مسابقة جميلة وكانت مبادرة طيبة إن شاء الله تكون مثلها وأحسن منها إن شاء الله مستقبلا، وهي في الفترة هذه اللي فاتت تاع العطلة اغتنمناها، وكان فيها يعني ما شاء الله دورة في حفظ حسن المسلم، وكانت النتائج ما شاء الله كما سيخبركم بإذن الله عز وجل الشيخ. تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد الطبعة الأولى من مسابقة المرتقي في القرآن الكريم والتي كانت في تفسير جزء عمة والتي استفاد منها الطلبة كثيرا في فهم معاني الصور ومفردات القرآن، وفقنا الله لطبعة ثانية في حفظ النصف الأول من حسن المسلم للشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني عليه رحمة الله من الذكر الأول إلى الذكر 130 مع اجتناب الأحاديث الضعيفة منها. وبحمد الله وتوفيقه كانت نتائج طيبة مباركة من الطلبة حفظهم الله، فكثير منهم أتم حفظها بإتقان، وكانت بينهم مسابقة ومنافسة رائعة،
وكما هو شأن المسابقات سنكرم الطلبة الفائزين بالمراتب الأولى على النحو الآتي. المرتبة الأولى الطالب عبد الرؤوف شايب بنقطة 29.75 على 30. عبد الرؤوف. المرتبة الثانية ياسر خلوف بنقطة 29.5، والطالب عدلان خلوف كذلك بنقطة 29.5. ياسر وعدلان. المرتبة الثالثة الطالب عبد الله حداد بنقطة 29.25 على 30. عبد الله حداد. يبقى عندنا غير انا. هذا عبد الله. المرتبة الرابعة الطالب محمد نازيم خديمي، والطالب عبد الرحمن الحويد. أيمن وراه أخوه. أيمن ما جاش؟ أو جاء أيمن؟ أصبرنا أيمن يجوز نازيم وبعد. وكذلك الطالب في المرتبة الرابعة سعد مشكور. سعد مشكور والله. هذا عبد الرحمن. الآن ثلاث الفائزين من صنف الصغار. الطالب الأول عبد الرحمن بن زيان صنف الصغار، عبد الرحمن بن زيان بنقطة 29.5. يا شيخ. الطالب الثاني أيوب منصور. واحد شيخ. طولنا دورها 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 عبد الرحمن دورها. يا أيوب. الطالب الثالث رضوان أبو عبد الله 26.25. ما شاء الله ربي يبارك. وسنكرم جميع المشاركين في المسابقة، و 65 طالب، بعد العشاء في الطابق الثاني إن شاء الله. وتكرم أحد الأفاضل بجبل المجبى بعد العشاء إن شاء الله. كذلك رسالة شكر، نشكر جميع المحسنين والمحسنات الذين شاركوا في إكرام الطلبة وإدخال السرور عليهم وتحفيزهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم خيرا وأن يبارك في أهليهم وأموالهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا إخواني الكرام، وبارك الله فيكم، إن شاء الله يكونوا مسابقات إن شاء الله محفزة في المستقبل. بارك الله فيكم، الله يستر حضوريتنا ويحفظكم جميعا ويجازي خيرا الإخوان المحسنين الذين لولاهم يعني ما نشكرهم. جزاكم الله خيرا، كل المسلمون بما استطاع.